ألا فاضل مع هذه الانطلاقة الجميلة والتحديات الرائعة. إذن أبو نايف محمد بن سلطان بن سعيد المالكي يحقق هذا الفوز المستحق بتوقيت زمني مقدار 12 دقيقة 52 ثانية وخمسة أجزاء من الثانية. هنا المشهر محمد بن سلطان بن سعيد المالكي المركز الثاني كان شاهين حمد بن هادي بن حمد البريدي المري أتى وأدى عرض رائع. اشكر عليه توقيته الزمني 12 دقيقة 55 ثانية وجزءا واحدا من الثانية هو توقيت المركز الثاني. أما المركز الثالث فكان برزان لمبارك بن حمد بن تراحيب بن نايف الهاجري توقيت الزمني هناك 12 دقيقة 55 ثانية وثمانية أجزاء من الثانية هو من حصل على المركز الثالث. المركز الرابع كان مع المركز الرابع مناسب لخليفة بن سعيد بن عبيد الحميدي والتوقيت الزمني 12 دقيقة 56 ثانية بالوفاء والتمام. بينما المركز أيضا المركز الخامس كان بالأداء الجميل هو أيضا ما يخاف لعتيق بن مطر بن حسن القبيسي والتوقيت الزمني المرافق لأداء ما يخاف هنا 12 دقيقة 57 ثانية ومن الثانية هو توقيت المركز الخامس. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين مشاهدينا ومتابعينا الكرام في كل مكان. نجدد بحضراتكم التحية والترحيب من جديد وفي انطلاقة جديدة لتعلن في هذه اللحظات انطلاقة الشوط التاسع للحول المحليات ضمن فعالية جائزة زايد الكبرى مباشرة مع المركز الأول ليتابع السلطنة معضد بن مبارك بن معيوف الوهيبي هو المحتل الصدارة بينما المركز الثاني أتابع الوطن في أغلى وطن تتقدم مع المركز الثاني سعادة فرج بن علي بن حمود يقدم لنا شعار بينما المركز الثالث أتابع القادمة أتابع المنطلقة قيادة ياسر بن حمد بن سبعين المحرمي هو الحاضر مع المركز الثالث بينما المركز الرابع أتابع انطلاقة العبية محمد بن سلطان بن سعيد المالكي هو الحاضر بينما المركز الخامس أتابع بشاير مطر بن حمد راعي الشيجه العامري قادم مع المركز الخامس بينما المركز السادس أتابع انطلاقة معزة عاطف بن عطية بن حسن القرشي أبناء المملكة حاضرين بكل قوة بينما المركز الثامن أتابع مزون نايل بن فهد بن مفتاح الشامسي المركز التاسع أتابع روعة علي بن سالم بن علي بن سري ملك تبي بينما المركز العاشر أتابع سلهودة ناصر بن حسن بن عامر النعيمي. هكذا هو نداؤنا الأول للعشرة المراكز الأولى الباحثين عن الفوز وعن الصدارة ولكن العودة إلى أبناء السلطنة يقدمون الصدارة
السلطنة مع ضد بن مبارك بن معيوف الوهيبي، هو المنطلق مع الصدارة مع المركز الأول، يتقدم يحتل المركز الأول، بينما الشعار الاقتصادي قادم مع الوطن، الوطن الوطن في هذا الوطن المعطاء، في هذا الوطن الشامخ تتقدم الوطن. سعادة فرج بن علي بن حمودة الظاهري يقدم شعاره، لطالما حصد من الإنجازات ما لا يعد ولا يحصى، إنه بن حمودة وإنه الشعار الاقتصادي. بينما المركز الثالث أتابع قيادة ياسر بن حمد بن سبعين المحرمي يقدم قيادة مع ثالث المراكز. المركز الرابع أتابع العبية أحد المرابط المشهورة، العبية محمد بن سلطان بن سعيد المالكي يحتل المركز الرابع. المركز الخامس أتابع في هذه اللحظات انطلاقة بشاير مطر بن حمد راعي الشيجة العامري، 8 كيلومترات انتصفت المسافة، قضينا 4 كيلومترات تبقى مثلها، ولكن العودة إلى المسار الصحيح، إلى المسار الأول، إلى السلطنة وأبناء السلطنة يتلاعبون بالناموس من خلال تقديم السلطنة مع ضد بن مبارك بن معيوف الوهيبي. الوهيبي الله على الوهيبي وإنجازاته وبطولاته، يقدم لنا السلطنة قادمة من هناك من السلطنة. بينما المركز الثاني أتابع الوطن سعادة فرج بن علي بن حمودة الظاهري يقدم لنا الوطن، الوطن مع المركز الثاني. المركز الثالث قيادة، قيادة هي بالقيادة الحكيمة، هي بالقيادة السليمة مع ياسر بن حمد بن سبعين المحرمي. بينما المركز الرابع أتابع العبية، العبية محمد بن سلطان المالكي. المركز الخامس أتابع انطلاقة بشاير مطر بن حمد راعي الشيجة العامري. بدأت المعركة، بدأ الصراع ما بين الكبار ما بين العمالقة، ولكن الفوز وين؟ الفوز وين يا هل الحول، يا هل الحول في هذا المساء في جائزة زايد الكبرى؟ أين الفوز والانتصار؟ العودة إلى أبناء السلطنة والشعار الاقتصادي في حوار ثنائي وجها لوجه من أجل الفوز، من أجل الانتصار، ما بين الشعار الاقتصادي وما بين أبناء السلطنة. ولكن السلطنة، السلطنة ما زالت مع المركز الأول، هي المتحكمة بزمام الأمور، هي المتحكمة مع المركز الأول. بينما الشعار الاقتصادي يأتي مع المركز الثاني من خلال تقديم الوطن سعادة فرج بن علي بن حمودة الظاهري. الظاهري المركز الثالث أتابع القدوم، أتابع انطلاقة وتحدي قيادة ياسر بن حمد بن سبعين المحرمي، قادم بكل قوة للنزال ما بين السلطنة وما بين الشعار الاقتصادي. المركز الرابع أتابع القدوم، أتابع الحضور، الحضور أتابع العبية محمد بن سلطان بن سعيد المالكي يقدم العبية. المركز الخامس أتابع اسم خطير، أتابع بشاير مطر بن حمد راعي الشيجة العامري، هو
هو الحاضر مع بشاير المنعطف الأخير المنعطف الحقيقي، ولكن السلطنة ما زالت مع المركز الأول مع الصدارة. السلطنة يا الوهيبي، السلطنة مع المركز الأول مع ضد بن مبارك بن معيوف الوهيبي، بينما القدوم أتابع قيادة قيادة هي الحاضرة. ياسر بن حمد بن سبعين المحرمي قادم في هذه اللحظات المركز الثالث الوطن بالشعار الاقتصادي، المركز الرابع أتابع انطلاقة بشاير مطر بن حمد راعي الشيجة العامري. يلا يا ابن السلطنة، يلا يا ابن السلطنة، والله يا ابن سبعين، والله يا الشعار الاقتصادي. الفوز وين؟ الناموس وين؟ الناموس وين؟ الانتصار وين؟ قيادة هي بالقيادة هي بالريادة، تحتل المركز الأول تحتل الصدارة. الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، الكيلو المثير، قيادة مع المركز الأول ياسر بن حمد بن سبعين المحرمي. السلطنة مع المركز الثاني بشاير، مع المركز الثالث راعي الشيجة، راعي الشيجة بن سبعين، بن سبعين وراعي الشيجة، ولكن بن سبعين ما زال مع القيادة، ما زال مع المركز الأول. أوصلت أسماء، أوصلت شغف ناصر بن عبد الله المسند أبناء الدوحة أبناء قطر، ولكن قيادة، قيادة بشاير، بشاير قيادة. اللحظات الأخيرة، اللحظات الخطيرة ما بين قيادة ما بين بشاير، بشاير قيادة يا بابا 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 بابا، ولكن بشاير، بشاير، بشاير. اللحظات الأخيرة، اللحظات الخطيرة، بشاير يا راعي الشيجة، روح روح يا راعي الشيجة، روح يا راعي الشيجة مع بشاير، بشاير الخير، بشاير الخير، بشاير النواميس، بشاير الإنجازات، بشاير البطولات. راعي الشيجة، راعي الشيجة مطر بن حمد، راعي الشيجة العامري، سلام من الله عليكم يا العوامر، تانينا والناموس لمالك بشاير. المركز الثاني قيادة ياسر بن حمد بن سبعين المحرمي، المركز الثالث وصل شعار. المركز الثالث شغف بشعار المسند، المركز الرابع أوصلت مع المركز الرابع مزون نايل بن فهيد بن مفتاح الشامسي، المركز الخامس أوصلت مع المركز الخامس شوهين مسلم بن علي بن دري المنصوري. التوقيت الزمني ولحظة الإعادة، ياهو شوط، ياهو تحدي، ياهو إثارة، عودتنا جائزة زايد الكبرى على هذا التحدي. التوقيت الزمني ولحظة وصول بشاير 12 دقيقة 48 ثانية، جزء وحيد من الثانية، بينما اللي احتلت المركز الثاني أوصلت مع المركز الثاني قيادة ياسر بن حمد بن سبعين المحرمي. وتوقيت والزمني 12 دقيقة 50 ثانية، 6 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس، بينما اللي احتلت المركز الثالث أوصلت شغف ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. وتوقيت 12 دقيقة 51 ثانية، 6 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس، بينما المركز الرابع أوصلت مع المركز الرابع شواهين أم هنا مزون نايل بن فهيد بن مفتاح الشامسي. وتوقيتها 12 دقيقة 51 ثانية، 7 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس، بينما اللي احتلت المركز الخامس
وصلت شغف بشعار ناصر بن عبد الله بن احمد المسند وتوقيته 12 دقيقة 51 ثانية 8 اجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء التواصل يستمر في هذه